بحضراتكم معنا مشاهدينا الكرام، هذه جولة مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. معنا ومعكم في هذه الجولة الصحفية الصباحية الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بالأخبار. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذ محمد، وخلينا نبدأ مع حضرتك من جريدة الأهرام ومن الصفحة الأولى نقرأ المنشط الرئيسي: السيسي في اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، نشاط مكثف للرئيس لبحث سبل التعاون السياسي والاقتصادي. بالتأكيد أستاذ محمد هي مشاركة مهمة جدا لمصر وللرئيس السيسي في قمة العشرين، كيف ترى هذه المشاركة ونشاط السيد الرئيس لبحث سبل التعاون السياسي وزيادة العلاقات ما بين البلدين؟ بالتأكيد هي فرصة عظيمة جدا لمشاركة مصر في هذا المنتدى العالمي المهم، وأيضا نظرا للعلاقات الثنائية بين مصر وبين اليابان. السيد الرئيس هيشارك بإذن الله غدا في هذه قمة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اللي هتبدأ غدا بإذن الله، ومصر هتعرض وجهة نظر وموقف الدول النامية بصفة عامة وموقف القارة الإفريقية أيضا بصفة خاصة من خلال رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي للعام 2019، وأيضا من خلال العلاقات الثنائية بين مصر وبين اليابان بتأتي أهمية هذه الزيارة للعوامل الثلاثة اللي ذكرتهم. نشاط السيد الرئيس هيركز على ضرورة دمج الاقتصاد اقتصاد الدول النامية مع اقتصاد الدول الصناعية الكبرى بهدف رفع مستوى المعيشة ورفع امكانيات الدول النامية في مجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية ودمج هذه الاقتصادات والتقريب بينهما. ايضا هيركز السيد الرئيس على ضرورة مساعدة الدول الصناعية الكبرى للدول النامية في قضية المناخ وتوفير استثمارات ومنح ومساعدات للدول النامية لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتخفيف من حدة مشكلة المناخ اللي بتظهر أثرها بصورة خطيرة جدا على المجتمعات وبصفة خاصة في الدول النامية وبتتأثر أيضا بها الدول الصناعية الكبرى. السيد الرئيس أيضا سوف يعني يقوم بنشاط موسع ونشاط مكثف في خلال هذه الاجتماعات مع عدد من رؤساء الدول ومن أيضا مجتمع رجال الأعمال في اليابان ورؤساء الشركات اليابانية الكبرى والعملاقة لتوطيد التعاون ما بين مصر وما بين اليابان في هذه المجالات، وأيضا فرصة كبيرة جدا لعدد من اللقاءات مع رؤساء الدول. إذن زيارة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة. بننتقل مع حضرتك مع السادة المشاهدين من جريدة الأهرام إلى جريدة الأخبار وتحديدا من الصفحة الخامسة فيها، وتكليف رئاسي للحكومة بتوطين صناعة السيارات، مدبولي اتفاق تعاون مع سكك حديد ألمانيا ومباحثات لشراء جرارات حديثة وتطوير القديمة. كيف تتابع أستاذ محمد يعني مجهودات الدولة في إطار تطوير وتحديث شبكة الطرق والكباري وشبكة حديد مصر بشكل عام؟ والله المتابعة الزيارة المهمة أيضا اللي بتأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ألمانيا والمشاركة في المنتدى العربي في ألمانيا مشاركة كانت فعالة جدا، وأعتقد أن هيكون لها أثر عظيمة جدا في مجال الصناعة ومجال الاقتصاد ما بين مصر وبين ألمانيا. السيد رئيس الوزراء أيضا عقد اتفاقيات لتطوير هيئة سكك حديد مصر، وكلنا نعلم التقدم الكبير والتكنولوجيا العالية التي تمتلكها ألمانيا في هذا المجال، وأيضا عروض الجانب الألماني للمشاركة في تطوير هيئة سكك حديد مصر. ايضا هناك تم اتفاقيات ما بين مصر وما بين الشركات الالمانيه لصناعه السيارات وتوطين صناعه السيارات في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال حتى تكون مصر مركزا عالميا لصناعه السيارات. وتم بالفعل اتفاقات مع كبريات الشركات العالميه الالمانيه في مجال صناعه السيارات،
واعتقد ان الاجراءات التنفيذيه سوف تبدا فور وصول الوفد المصري واتخاذ الاجراءات اللازمه. ايضا هناك اتفاقيات لتطوير صناعه الجرارات، ودي صناعه مهمه جدا يعني في اشد الحاجه اليها نظرا للمشروع القومي الكبير اللي بتقوم به مصر في مجال استصلاح الاراضي وخطه استصلاح 1.5 مليون فدان. دي صناعه مهمه جدا ولدينا امكانيات هائله في ان احنا نطور هذه الصناعه في مصر. هناك ايضا عدد من القضايا المهمه، مصر بتعتبر الشريك ثالث شريك اقتصادي تجاري ما بين مع المانيا في منطقه الشرق الاوسط، وده بيدي ايضا دور كبير جدا لمصر، وباعتبار ان مصر سوق اقتصادي كبير جدا، مركز متميز في قلب العالم، عماله فنيه مدربه على اعلى مستوى. صحيح. لدينا كل امكانيات الاستثمار اللي يحقق اكبر عائد في اي مكان في العالم، يعني مصر بتحقق مشروعات استثماريه الاجنبيه والمصريه بتحقق اكبر عائد على الاستثمار في اي منطقه اخرى من العالم نظرا للمزايا المتنوعه والكبيره. ايضا صحيح. مصر قدمت في المنتدى النتائج الهامه اللي تمت في مصر من نتيجه الاصلاح الاقتصادي، واصبح لدينا فائض كبير في الطاقه الكهربائيه بعد ان كنا نعاني معاناه شديده من نقص الطاقه، وده طبعا شيء مهم جدا بالنسبه للمستثمرين اللي بيرغبوا في اقامه مشروعات استثماريه ضخمه في مصر. ايضا هناك خطط استثماريه وتيسيرات كبيره تم عرضها من خلال السيد رئيس الوزراء على كبار رجال الاعمال وكبريات الشركات الالمانيه. صحيح، بالتاكيد كانت زياره بالفعل مهمه وامكانيات كبيره بالتأكيد. بتتميز بها مصر، يجب استغلالها في الفتره القادمه لتوطين الصناعات المختلفه لما ليه من اثر ايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام. استاذ محمد خليك معانا ايضا، ولكن نروح لجريده الجمهوريه من الصفحه الثالثه، نقرا خبر وزير الداخلية خلال استقبال مفوض الاتحاد الأوروبي فتح قنوات اتصال مع أوروبا لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. بالتأكيد قضيتين مهمتين جدا، وهما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودايما مصر بتحاول تتبادل الخبرات وتنقل خبراتها للدول الأخرى وخصوصا الدول الأوروبية اللي بدأت تواجه أيضا بعض أو تعاني من هذه المشاكل بشكل كبير. مصر يعني بتحظى بتقدير عالمي في مجال مكافحة الإرهاب، ومصر حققت نتائج يعني أكثر من ممتازة في مكافحة التنظيمات الإرهابية الخطيرة اللي أصبحت تهدد معظم دول العالم، وأصبح العالم ليس بعيدا عن هذه التهديدات الإرهابية الخطيرة. مصر حققت هذا النجاح بفضل الخبرات العالية التي تمتلكها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ومعظم دول العالم بتأتي إلى مصر للوقوف على تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، وبيتم الحرص على تبادل المعلومات الأمنية ما بين مصر وما بين هذه الدول وخاصة أوروبا، لأن أوروبا ليست بعيدة عن التنظيمات الإرهابية بصورة خاصة. هناك أيضا قضية في منتهى الأهمية وهي قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية. مصر أيضا حققت نجاح كبير جدا، تكاد تكون يعني نقدر نقول صحيح. قضينا على هذه الظاهرة الخطيرة اللي بتهدد أوروبا وأيضا تهدد أبناء الدول اللي بيخرج منها هذه الجماعات. إذن نموذج مصري يعني يحتذى ويقتدى به فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، وننتقل إلى خبر وموضوع وملف جديد في هذه الجولة الصحفية، وتحديدا من جريدة الأهرام الصفحة السادسة. الجيش الليبي ينشر قوات إضافية في طرابلس لشن هجوم نهائي على العناصر الإرهابية ومبادرة لإيقاف القتال. ومعنا للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا، وكيف تنظر إلى يعني مسار الجيش الوطني الليبي في مواجهة ومحاربة الإرهاب يعني في ظل بعض القيود الدولية؟ صباح النور. اعتقد ان هناك بالفعل كثير من بعض القيود، لكن اعتقد الانتصارات تحققت على مدار الايام الماضيه، وما اعلى عنه السيد احمد المسماري الناطق باسم قوات الجيش الليبي بالامس يؤشر الى ان هناك بالفعل بدايه اختراق ايجابيه في الساعات او في الايام القادمه،
خاصة أنهم اقتربوا الآن من عمق العاصمة طرابلس واستطاعوا أن يسيطروا على كثير من الاتجاهات الاستراتيجية للعاصمة طرابلس في اليومين الماضيين. يبدو أن هناك بالفعل بداية استغاثة من قبل قوات أو على الأقل الجماعات الإرهابية وأيضا حكومة ما يعرف في مجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج لإمكانية الوصول إلى نوع من الوفاق حول طرح مبادرة سلمية. لكن أعتقد أن الجانب الليبي نفى مثل هذا الأمر وقال أن طرح أي مبادرة سلمية لن يتم إلا بعد القضاء على العناصر الإرهابية بشكل كامل وأن يكون هناك بالفعل سيطرة وتمركز وتموضع كامل داخل الأراضي الليبية خاصة في مناطق طرابلس تحديدا، وبعدها سيتم طرح مبادرة خاصة بالتسوية السلمية يشارك فيها كل الفرقاء الليبيين ما عدا الذين ينتمون للجماعات الإرهابية أو لكن لديهم موقف سلبي تجاه الشعب الليبي وحدة الأراضي والتراب الليبي، وسيشارك في هذا الطرح كل شيوخ القبائل والعواقل وأيضا القوى السياسية الليبية سياسية واقتصادية وعسكرية في المرحلة القادمة. السيطرة تحتاج إلى عدة أيام قادمة، لكن يبدو أن التحقق الذي النجاح الذي تحقق أو الانتصار الذي تحقق يبدو أنه لعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة العسكرية لصالح الجيش الليبي في اليومين الماضيين، ويبدو أنك نجاحات تحتاج إلى بعض الوقت وجهد دولي في مرحلة المرحلة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. طيب خبر آخر وعاجل، وتم السيطرة على حريق كبير بمنطقة العتبة. خلونا نتابع أكثر مع مراسل التلفزيون وليد هيكل هو معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير وليد، وقول لنا آخر تطورات وطمنا على الأوضاع عندك. صباح الخير عليكم، بالفعل متواجدون معكم الآن من منطقة السوق التجاري بمنطقة العتبة حيث نشب هذا الحريق الذي ذكره الخبر في تمام الساعة 5 أو 5:30 صباح هذا اليوم، لكن في غضون ساعتين كما ذكرنا استطاعت قوات الحماية المدنية بأن تخمد هذا الحريق وبأن تسيطر على الحريق. بدأ أولا كما أقول لك في تمام الساعة 5 أو 5:30 صباحا في محل تجاري واحد، ثم نشب الحريق في عدد من المحلات التجارية نظرا لوجود الأسقف الخشبية المتواجدة في تلك المحلات. لكن قوات الحماية المدنية كما ذكرت لك أنه في خلال ساعتين استطاعت بالفعل وحتى هذه اللحظة تم السيطرة على الحريق بالكامل، وتتم الآن عملية التبريد بعد عملية الإطفاء من قبل قوات الحماية المدنية. لكن ما أستطيع قوله أننا ذكرنا سألنا مسؤولون هنا في هذه المنطقة لكن لم يجب أحد أو لم يفد أحد حتى هذه اللحظة ما هو سبب هذا الحريق. نستطيع القول معكم بأن قوات الحماية المدنية استطاعت في إيجاز أو في عدد بسيط من الساعات بأن استطاعت السيطرة على هذا الحريق. معك في الاستوديو وربما عدسة زميلي رضا المصور أن تستعرض مع سيادتكم هذا الحدث الآن وكيف تم السيطرة عليه من خلال قوات الحماية المدنية. شكرا جزيلا ليك وليد هيكل، وبنتمنى السلامة لك بالتأكيد ولكل الموجودين في موقع الحادث. شكرا جزيلا ليك مراسل التلفزيون وليد هيكل. مستكملين مع حضراتكم جولتنا الصباحية وتحديدا بننتقل إلى فرنسا وفوز مطعم ميرزور بمنطقة ريفارا الفرنسية بلقب أفضل مطعم في العالم. ده كان حقيقة في حفل أقيم في سنغافورة حيث نال إشادة كبيرة جدا بما يقدمه من أطباق مميزة بيتم إعدادها من مكونات موسمية طازجة ويعني حقيقة مختلفة في الشكل وفي الألوان وفي طريقة التقديم كمان. مطعم ميرازور قفز والحائز على 3 نجوم في دليل ميشلن، وهو ما يعني أنه مطعم من الدرجة الأولى قفز إلى قمة أفضل 50 مطعم في العالم بعد ما كان في المرتبة 3rd في العام الماضي ليحل محل أوستريا فرانشيسكانا الإيطالي. قائمة أطباق ميرازور مستوحاة من البحار والجبال، مكوناتها بتؤخذ طازجة من المزارع ومن بين ما تقدمه من مأكولات طبق جذور المحمرة المملحة والمأخوذة من الأرض فورا والمغطاة بالكريمة. قائمة أفضل 50 مطعم في العالم انطلقت عام 2002 ونالت شهرة واسعة
وحل مطعم نوما اللي يعيد افتتاحه في كوبنهاجن بالدنمارك في المرتبة الثانية في قائمة 2019. ويمكن هيمنة أسبانيا على أول 10 مراتب بالقائمة بثلاثة مطاعم، وجاء مطعم أسيدور إتسباراي بمنطقة أشبي بالمرتبة الثالثة لتقديمه مكونات بسيطة مطهية على يعني الشواء، وكان المطعم الأسيوي أيضا الوحيد في أول 10 أسماء هو مطعم جاجان في بانكوك عاصمة تايلاند و نال المرتبة الرابعة. إذن يعني تنافس بين البلدان المختلفة على تقديم أطباق منوعة. يمكن بورود تشكلت على هيئة قلوب وأكاليل من ظهور عباد الشمس الصفراء، أحيا عشاق مايكل جاكسون الذكرى العاشرة لوفاة ملك البوب، بعضهم يمكن كان في أماكن بعيدة جدا زي اليابان. وأمام مدفنه في مقبرة فورست لون بمنطقة جيلنديل شمال لوس أنجلوس تجمع مئات من معجبي ملك البوب مايكل جاكسون ووقفوا دقيقة صمت حداد الساعة 2:26 دقيقة ظهرا في نفس لحظة إعلان وفاة جاكسون عام 2009 واللي كان بيبلغ من العمر يوم 25 من يونيو عام 2009 كان بيبلغ 50 عام. وانطلق الحشد بعد ذلك في ترديد أغنية عالج العالم أو هيل ذا وورلد، بينما أخذ البعض يبكي في صمت. زي ما احنا شايفين يمكن يعني في إطار تواجد بعض من الحضور رفعوا بالفعل صور مايكل جاكسون وحملوا دمى على هيئته، وفي البعض لبس نفس يعني اللبس بتاعه حاول ان هو يقرب من ملامح مايكل جاكسون. ويمكن مؤسسة جاكسون قالت في بيان لها بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة ملك البوب، قالت انه بعد مرور عقد من الزمان لا يزال مايكل جاكسون بيننا وتاثيره متغلغل في الرقص والموضه والفن وموسيقى العصر. طيب نرجع تاني لمصر والفن المصري. النهارده ايضا بتحل ذكرى وفاه الشاعر الكبير مأمون الشناوي يوم 26 يونيو من عام 1994. هو أحد أبرز شعراء مصر وبيعتبر من جيل الرواد، وكان بمثابة مملكة متكاملة بمفرده لما بيكتب، واستطاع أنه يرضي كافة الأذواق بقلمه، كما أن ليه الفضل في إعادة صياغة أغاني الفلاحين والأغنيات الشعبية الفولكلورية المصرية. ورغم أن رصيد مأمون الشناوي ليس الأعلى بين شعراء زمانه، حيث أنه له 427 أغنية، إلا أنه يظل صاحب الرصيد الأكبر في الأغاني الأكثر شهرة، ومنها أنا لاقى على طول وأغنية صدفة اللي دلوقتي هنسمع مع حضراتكم جزء بسيط منها. صدفة لما قابلتك مرة صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة. ساعتها جمال الدنيا صدفة، لقيتني تغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية، صدفة قابلتك ولا على بالي، شفت
في ساعتها جمال الدنيا صدفة لقيتني تغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية خدني جمال الروح والخفة خدني جمال الروح والخفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة ياللي جمالك أجمل صدفة ياللي جمالك أجمل صدفة كان يوم حبك صدفة. دي حقيقة كانت باقة منوعة من أخبارنا الصباحية اللي بنتمنى أن هي تكون حازت على إعجاب حضراتكم النهاردة. لسه مكملين معاكم حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن معاد موجز الأنباء مع الزميلة نجلاء الجعفري، ونبدأ بعدي أولى حواراتنا في حلقة النهاردة. We'll be right back.